برات كبعد عني اوكي بس برات احسن كله صاج ما دام لمس ولا يطيح انا فكري منه ياخذ لك ساعه تحمس بس لا اوصى يجوز اوكي حصل كله حتى حصل كله انا سمعها البصل ما هو بزين وين وديها النار غبه صاحي واحده اي هبل حياخذ صف 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 زد ساعه حتى الشمس تغيب واحنا ما افطرنا حتى اللحم خليك والله اللي اليوم يا ولد انت جاي مسكني عيدوا الفطور بس صباح الخير صباح الخير يا راشد حاصل صباح وبصل عيدوا فطورنا اليوم بصل لا يقول زحمة براد اوه يا برادك يا براد اوه لا الحمد لله الفطور جاء لحم فيه الحمد لله ذبحت المضار راح كلها مدودة ذبحت المضار راح كلها مدودة اللهم لك الحمد اي والله لا يقرب شهينا والله يجي له طعم ما صدق تسب نار لحالك تحط طولك على النار كانت لا عند هذا بس واحد جاء من هنا جاب النار من ها؟ انت النار من شاب يا ولد ما جاء شوي شوي على اللحم انت الجوع والله نذبح الجوع يا فراش علي الجوع ما بعرف ما ضقت شيء ما ضقت شيء من البارح واضح من الجوع الفطور اليوم بيطلع مضبوط ولا لا؟ ان شاء الله براشد تكفى زبط الشاي يا ابو راشد يا ولد حط عليك يا ولد والله الملح نسيه ما كانت تحط والله احسن منه حرام بالله ترى في ناس يحطون بدل السكر الحين جلوسيين والله ما حد غار السكر بدل الملح حط يا ولد يا ولد تحط تكفى يا براشد تحط تكفى بسيط لا يقول تكفى لا تحط اللي ما افطرت ما تعشيت انا غلط اوه يا مقلقل عاد لو انه بس سكر والله بيطلع مزبوط والله يوجعكم والله يوجعكم والله يطلع زين احنا نروح نرقب الى ابو عمس اشفياء ربع استغفر الله